أفاد مراسل الميادين في سوريا عن وقوع مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين داعش ومقاتلين كرد شمال بلدة اليعروبية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي على 4 قرى في محيط اليعروبية إضافة إلى معبرها الحدودي مع العراق، لكن الجيش الحر نفى سيطرة المقاتلين الكرد على المعبر، وقال لواء التوحيد إن المعبر ما زال تحت سيطرة مسلحي المعارضة، مشيرا إلى اشتباكات عنيفة مع الأكراد. وفي الجزء الشرقي من ريف حمص الجنوبي شهد محيط قرى صدد ومهين والسخنة مواجهات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. قرية صدد كان قد هاجمها مسلح المعارضة قبل أن يعيد الجيش السوري سيطرته على غالبية أحيائها. كاميرا الميادين زارت صدد واستطلعت الأوضاع الميدانية. صدد القرية التاريخية جنوب شرق حمص، البلدة التي عرفت بكنائسها السوريانية القديمة وبوقوفها على الحياد خلال الأزمة السورية، كانت كما معلولة على موعد مع هجوم للجماعات المسلحة ولا سيما من قبل داعش القادمة من حسياء والقلمون ومهين. فتنا على الضيعة من عدة محاور وحاليا مسيطرين على نسبة 60-70% من قرية صدد. الإعاقة الوحيدة اللي عم نتعرض لها هي وجود الأهالي، وجود المدنيين بالضيعة. يعني مشكلة عم يكون لما بدك تدخل بأي حارة أو بأي بيت عم بيكون في مدنيين وعم بيكونوا المسلحين غالبا أخذينهم كرهائن. هلأ الوضع الحمد لله رب العالمين جيد جدا، طبعا بعض الأحياء فيها مسلحين متمركزين وبعض القناصين، والحمد لله إن شاء الله أنه يعني قريبا جدا بين اليوم وبين بكرة إذا الله راد تكون قضينا على المجموعات المسلحة. دخل المسلحون إلى صدد قبل أيام وبدأت تتكشف ملامح المعركة هناك. مصادر رسمية تقول أن المعركة هنا ستكون مشابهة لسيناريو ما حصل في معلولة، أما أهدافها فتنحصر بقطع الجيش السوري الطريق على المسلحين في القلمون ومنها إلى مهين، خطوة يصفها مراقبون بالاستباقية لمعركة القلمون التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق. لا لا يطلعوا باتجاه الشعيرات إذا فيهم يطلعوا. ما عم يطلعوا. ما في مشكلة. طيب إذا. طيب. جواني إحنا شبابيك على البر على المناور يعني ما إلها شبابيك على الشارع. طيب ماشي. إيه عندكم الحارة ما ضل القناص اللي كان مبارح طلع. القناص كان الحارة عندنا طلع. القرية التي يقطنها 5000 مدني تقريبا سرعان ما دخل سكانها على خط النار قبل أن ينجح الجيش في إجلاء القسم الأكبر من الأهالي. الجيش السوري والدفاع الوطني تقدما على الأرض محققين عزلا للمسلحين في القسم الغربي منها. القنص هنا يقطع شريان الحياة ويتفوق على أغلب المظاهر العسكرية، فيما تؤكد المصادر الميدانية أن استرجاعها بات قاب قوسين أو أدنى. صدد آخر القرى التي دخلت على خط الصراع المسلح بعد أن نجحت مجموعات مسلحة في التسلل إليها. الهدف الاستراتيجي أبعد من السيطرة عليها، بل يتجاوز ذلك لقطع طرق الإمداد عن الحواجز العسكرية المنتشرة في الصحراء السورية. الجيش السوري لا يدخر جهدا لاستعادة هذه القرية. من قرية صدد في ريف حمص، طارق علي، الميادين. احتدام المعارك في سوريا يتزامن مع تواصل الجولة الإقليمية للموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. الإبراهيمي أكد من طهران أن مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 أمر ضروري وطبيعي، فيما رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التوصل إلى اتفاق حول الأزمة يعود إلى الشعب السوري، مبديا الاستعداد للمشاركة في المؤتمر. وسيط السلام الأخضر الإبراهيمي يحط في طهران باحثا عن مفتاح من مفاتيح بوابة جنيف 2 إلى محطته الإيرانية، يحمل المبعوث الدولي أملا وإن محدودا بحل للحرب في سوريا. نتحدث إلى حكومات المنطقة لحل الأزمة السورية الصعبة ونبحث معهم المقترحات بشأن مؤتمر جنيف 2. مؤتمر جنيف 2 عنوان الزيارة العريض حمله الإبراهيم قبل أيام إلى أنقرة والدوحة، وهو بين قاعات وزارة الخارجية الإيرانية حيث كان اللقاء بصديقه القديم وزير الخارجية محمد جواد ظريف. يعلم الرجلان أن من يمثلانهما بحاجة إلى بعضهما البعض، فإيران تتفق مع الإبراهيم على أهمية عقد المؤتمر للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية،
والإبراهيمي مقتنع كما إيران باستحالة الحل العسكري في الميدان. إذا دعيت إيران للحضور في مؤتمر جنيف 2 فإننا سنحضر لدعم إيجاد حل سياسي في سوريا وإحلال الحوار بين الأطراف السوريين. الأمين العام للأمم المتحدة وأنا وكثير من الناس يطمعون ويتطلعون إلى مشاركة إيران في هذا المؤتمر. نحن في الأمم المتحدة مستعجلون لعقد هذا المؤتمر، وأعتقد كثير من الناس معنا في ذلك. لن تكون وزارة الخارجية آخر محطات الإبراهيم في جولته الإيرانية، فله لقاءات أخرى ستعقد الأحد. ولن تكون إيران آخر محطات دبلوماسيته الإقليمية، ففي دمشق سيكون الختام. وبين طهران ودمشق ينتظر الإبراهيم أن تزال العوائق والألغام التي يضعها من لا يريدون أن يروا حلا للأزمة السورية. طرق الإبراهيم كل الأبواب التي تؤدي إلى جنيف، طرقها باحثا عن درب بلا ألغام، وهو في طهران يوصل رسالة مفادها بأن جنيف هو الحل للسوريين، والإيرانيون في المقابل أكدوا على ما قاله. علي هاشم، طهران، الميادين. التظاهرات ضد الحكومة في السودان فجرت خلافات الحزب الحاكم. شخصية بارزة في حزب المؤتمر قررت الانشقاق وتشكيل تيار سياسي جديد في وقت خرجت إلى العلن مبادرة أوروبية للحوار بين الأطراف السودانية. تقرير حسن حجازي. في كتاب جديد بات يقرأ عدد من معارضي الحكم الحالي في السودان، قرر قادة في حزب المؤتمر الوطني تشكيل تيار سياسي جديد. خرج الإصلاحيون من تحت عباءة الحزب الحاكم بعد فصلهم إثر انتقادهم علنية للحكومة ردا على تعاملها مع التظاهرات. الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي قام بها المؤتمر الوطني مؤخرا ضد بعض قادته وأعضائه قد أطلقت هذه الإجراءات رصاصة الإعدام في جسد الإصلاح الذي يطالب به غالب أعضاء المؤتمر الوطني، والباب الآن بات مفتوحا واسعا أمامنا لتشكيل حزب سياسي جديد. ولادة حركات جديدة تأتي في وقت تتأزم فيه العلاقة بين الحكومة ومعارضيها المدنيين والمسلحين. يضاف إلى الطيف المعارض طرف يحاول لعب دور الوسيط. يسعى حزب الأمة إلى عزل مطلب تغيير النظام عن وسائل العنف والسعي لتأمين بديل قوي قبل رحيله ولو كانت الوساطة من الخارج. الأسرة الدولية سيما الاتحاد الأوروبي يستعدون الآن لتنظيم مؤتمر جامع لكل القوى السياسية السودانية في الحكم وخارج الحكم، المسلحة وغير المسلحة، لكي يكون هناك منبر لحل مشاكل السودان في السلطة ومشاكل السودان في السلام. السلام تسعى الحكومة لتأمينه على طريقتها. يستكمل الرئيس عمر البشير نسج علاقات تقارب مع دول الجوار لوقف دعمها تماما للمسلحين داخل السودان. هكذا إذن يرتسم المشهد في الخرطوم في حلبة صراع متجدد بين الحكومة والمعارضة، وبينهما حراك شعبي قد يغير حسابات الطرفين. أعلن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في الجزائر عمار سعيداني ترشيح الحزب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقبلة عام 2014. سعيداني جدد دعم الجبهة المطلق لبوتفليقة مشيرا إلى أن قرار الترشيح يعود إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة التي تولى فيها بوتفليقة الحكم بحسب المصدر. إلى تونس، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الحرس الحدودي بمركز الملة ومجموعة مسلحة في ولاية جندوبة شمال غرب البلاد على الحدود الجزائرية وفق ما أفاد مصدر أمني. يشار إلى أن هذا المركز الحدودي نفسه كان قد تعرض سابقا لهجوم في 16 من الشهر الجاري. وفي التطورات السياسية، أكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن حل الأزمة عبر الحوار الوطني يجري بإرادة داخلية من دون وساطة خارجية، وكانت جلسات الحوار قد استؤنفت في جلسة مخصصة لتأليف لجنة الخبراء وللاتفاق على برنامج عمل للأسبوع المقبل.
قبول المقترحات بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبلة والبت في شكل الحكومة ومدة عملها محاور على طاولة البحث في أولى جلسات الحوار الوطني بعد أن تم التوافق على تركيبة لجنة المسار الحكومي. تم التوافق حول لجنة المسار الحكومي تكونت معناها من 5 أفراد تمثل كتل حزبية في الحوار الوطني، تنطلق مهامها انطلاقا من اليوم بتلقي مقترحات الأحزاب حول نوعية الحكومة وحول الشخصية الوطنية التي تترأس هذه الحكومة والمعايير. رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أكد بدوره على ضرورة الإسراع في إتمام المهام على دستور جديد للبلاد. الهدف متاعنا هو أن ما يخص الدستور يقع في 3 أسابيع، وفيما يخص الهيئة المستقلة للانتخابات يقع في ظرف أسبوع، وربما يكون هو المحطة الأولى في انطلاق أشغالنا. تأكيدات تتزامن مع عودة نواب المعارضة إلى نشاطهم في المجلس بعد 3 أشهر من الانسحاب، تناغما مع تعهد العريض صراحة بالاستقالة من رئاسة الحكومة وفق خارطة طريق الرباعي. اليوم عودتنا ستكون يعني منذ يعني اليوم، سواء كان في اللجان بالنسبة للجنة الفرز أو لجنة التوافقات، وكذلك يعني في الجلسات العامة، وكل هذا يندرج في إطار يعني التسريع والمزيد يعني تسهيل الطرق من أجل تنفيذ كل ما جاء في خارطة الطريق. حراك على أكثر من مسار وجهود تبذل من أجل تبديد حدة الأزمة، والعمل جار على إزالة العقبات والعراقيل التي تحول دون إيجاد الحلول المرجوة. تسارع في نسق أشغال الحوار الوطني بالتوازي مع أعمال المجلس التأسيسي بهدف إتمام المرحلة الانتقالية بعد تعطل إنهائها طوال 2 عامين. بلال مبروك، تونس، الميادين. تظاهر الآلاف في واشنطن ضد برنامج الرقابة التابع لوكالة الأمن القومي الذي كشف عنه المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن، ورفع المتظاهرون شعارات ترفض قيام الوكالة بعمليات التنصت، وعبروا عن غضبهم من فضائح التجسس التي يكشف عنها. أشعر بغضب شديد كمعظم الناس هنا بسبب عملية الرقابة التي تجري ولا أحد يقوم بأي رد فعل. هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ. في تركيا استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرتين في أنقرة احتجاجا على اقتلاع أشجار من حرم جامعي. بيان لمجموعة طلابية من منظمي التظاهرة أشار إلى أن شرطة مكافحة الشغب اعتقلت أكثر من 20 متظاهرا، وحاول المتظاهرون زرع أشجار في إحدى الحدائق العامة في مسيرة رمزية قبل أن تتدخل الشرطة وتفرقهم باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز. اتهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء عملية محاولة اغتياله أثناء فترة الاحتجاجات على حكمه. كذلك اتهم صالح جماعة الإخوان بعمليات الاغتيال التي يتعرض لها الضباط والعسكريون في اليمن، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة فصيل من فصائل الإخوان في اليمن. في البحرين خرج المئات لتشييع فتى قتل منذ عدة أيام في تظاهرة تحولت إلى مواجهة مع الشرطة استخدم فيها الغاز المسيل للدموع. يأتي ذلك في وقت دافعت فيه السلطات البحرينية عن استخدامها الغاز ضد المحتجين. غاضبون تجمعوا في قرية بني جمرة شمال العاصمة المنامة بعد الانتهاء من مراسم جنازة فتى تضاربت المعلومات حول وفاته. جانب من المعارضة يقول بأنه قضى بسبب قنبلة صوتية ألقاها رجال الشرطة بالقرب منه، فيما تقول السلطات الرسمية بأنه توفي أثناء محاولته تصنيع عبوة ناسفة. ما انتهى المشيعون من تشييعهم حتى داهم رجال الشرطة المقبرة وحاولوا تفريقهم بالقوة. المواجهات انتقلت إلى الشوارع المجاورة على الرغم من تقلص عدد المحتجين، لكنهم اصطدموا مع الشرطة بغضب وأغلقوا الطرقات بالحجارة والألواح الخشبية ورددوا هتافات تدعو إلى إسقاط الملك.
الشرطة استخدمت الطائرة المروحية لمراقبة المحتجين الذين انتشروا في كل أرجاء القرية بعد ساعات من فض التشييع. الغازات المسيلة للدموع غطت سماء المنطقة بعد الاستخدام المكثف من قبل رجال الأمن، وهو أمر بات محل عتب دولي ضد حكومة البحرين المتهمة بالإفراط في استخدام هذه الغازات. في السعودية أعلنت ناشطات التراجع عن خطة لخروج النساء في مسيرة احتجاجية بالسيارات للمطالبة بالسماح لهن بالقيادة. الإعلان جاء بعدما جددت السلطات السعودية التحذير من أن من يخرق القيود سيواجه بعقوبة حازمة وقاسية. جدل منع المرأة السعودية من قيادة السيارات مجددا إلى الواجهة مع ناشطات سعوديات يطالبن برفع هذا الحظر. الناشطات حددن هذا السبت موعدا لمسيرات ولحملة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار قيادة المرأة للسيارة هي خيار. الشرطة استبقت التحرك بالتأكيد أنها ستتعامل بحزم وقوة مع ما وصفته بفتح باب الفتنة، ترجمة ذلك أن من تتحدى المنع سيتم التعامل معها بشدة. تهديد دفع الناشطات إلى تجنب المواجهة مع السلطات ومتابعة الحملة واستبدال هذا اليوم بالثلاثين من تشرين الثاني المقبل لمواصلة التحرك، وذلك بعد ضغوط مكثفة من وزارة الداخلية تحذرهن من الجلوس وراء المقود وتنذرهن بأن أي خرق سيواجه بعقوبات. ردود الفعل على حملة الناشطات متناقضة. رجال الدين في السعودية وصفوا قيادة المرأة للسيارة بأنها مفسدة تفتح باب الشر. منظمة العفو الدولية اعتبرت منع المرأة من قيادة السيارة أمرا مهينا، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعا السعودية إلى إلغاء التمييز ضد النساء. هذه القضية تعود جذورها إلى أقل من ربع قرن حين تحدت 47 سيدة سعودية قرار المنع وقمنا بقيادة السيارات على غرار الجنديات الأمريكيات آنذاك، فاعتقلنا جميعهن من دون تحقيق مطلبهن. وفي العام 2011 اعتقلت الناشطة منال الشريف لنشرها شريطا على الانترنت يصورها وهي تقود سيارة. قضية تحولت إلى رمز يتجاوز قيادة النساء للسيارات إلى مسألة الإصلاح في السعودية، وهي مسألة شائكة يكتنفها الغموض. والآن إلى أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع الزميلة رويدة أبو عيد. صباح الخير رويدة. صباح الخير محمد. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في جولة سريعة على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. الخبر البارز هو جولة الإبراهيمي وتجديده على مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2. سنبدأ بصحيفة الوطن السورية والتي عنونت الإبراهيمي غدا في دمشق وسط معلومات عن تأجيل جنيف 2 إلى مطلع العام، خلاف بين كيري ومستشاريه حول المؤتمر المرتقب، والمبعوث الأممي يصر على حضور إيران، تواصل العمليات العسكرية في الغوطتين وحماية الشعب تسيطر على اليعربية، مصادرة أسلحة إسرائيلية في درعا والتصدي لإرهابيين بريف إدلب. إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وزير الدفاع التونسي السابق يتصدر المرشحين لخلافة العرايض، المتحاورون شكلوا لجنة لبحث الشروط الواجب توفرها في رئيس الحكومة المقبل، المعارضة السورية تسيطر على طفص واليعربية تقع بيد الأكراد، الإبراهيمي يؤيد مشاركة إيران في جنيف 2 وظريف سنحضر إذا دعينا، سكان طهران يفاجؤون بلوحات إعلانية تنتقد التفاوض مع أمريكا، مصممو الثورة الإسلامية وراء نصبها. إلى صحيفة المحور الجزائرية، رؤساء خارج الدوائر فيما يرتقب حركة في سلك الأمناء العامين والسفراء، بوتفليقة يجمد مهام 70 مسؤولا إداريا، الاتجاه الممنوع عملية تمشيط كبرى قرب الحدود الليبية وإغلاق المنافذ مؤقتا وحصر السماح بالتنقل للحالات الإنسانية فقط، حجز أجهزة تجسس متطورة داخل أظرف بريدية في ميناء الجزائر. إلى صحيفة الجمهورية المصرية، القبض على 41 تكفيريا في سيناء بينهم 8 فلسطينيين، ومؤتمر اقتصادي عالمي لإعادة الاستثمارات إلى مصر. إلى صحيفة البيان الإماراتية،
الإبراهيمي أيضا مشاركة إيران في جنيف 2 ضرورية، الجيش الحر يتقدم في درعا. إعلان 9 مناطق عسكرية في تونس. وأخيرا مع صحيفة الثورة اليمنية وخبر فلسطيني، القيادة الفلسطينية ترفض مقايضة الأسرى مقابل الاستيطان. والإبراهيمي أيضا مشاركة إيران ضرورية في مؤتمر جنيف 2. هذا كان أبرز ما جاء في الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، تفاصيل أكثر في آخر طبعة. والآن عودة إليك محمد. شكرا. وطبعا من الصحافة إلى فقرة الماضي الحاضر.